تحيتنا كالعادة تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تتجدد في كل مساء من مساء المرموم وانطلاقات هذا الكرنفال وهذا الختامي، ختامي المرموم التراثي الجميل. شكرا لكل زملائي المعلقين، تواصل الأشواط انطلاقات اللقايا في مساء هذا اليوم في هذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته، بحفظ الله ورعايته الشوط السابع في أشواط مساء هذا اليوم ليحمل لنا الأبكار اللقايا، شعارات أبناء، شعارات أصحاب السمو الشيوخ، انطلاقات المضمرين العمالقة في هذا المساء في المرموم وانطلاقاته بهذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم ونتابع المقدمة، شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ويتقدم هناك الصادق بن فضل الأمين، ولكن المركز الأول هذه نشوة من هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري، تتقدم على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وهناك مشاهدي الأعزاء المركز الثالث، أشوف ثالث المراكز سليل، سليل من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يقودها في المركز الثالث. آتي بالمركز الرابع وننطلق مع رابع المراكز، التنافس بين وملحوظ من البداية في مسار هذا الشوط. مغيضة مغيضة من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية على رابع المراكز. أما المركز الخامس أشواق من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري يضمرها هذه المراكز الخمس الأولى. ناخذ المركز السادس، هجن الرياسة هملولة علي بن إيمي اللوهيبي. المركز السابع الشاهينية من هجن العاصفة تتقدم في هذه اللحظات غياث الهلالي. الثامن أيضا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز التاسع أيضا من هجن الرياسة تقدمت في هذه اللحظات الشاهينية، ومع محمد بن عتيج بن زي أو أحمد بن مطر بن مايد، نعم تدخلت. وعاشر المراكز مع بن زيتون اللي هي شواهين ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز في شوطنا السابع في أول إذاعة، في مساء اللقايا، في مساء الرموز، في مساء الإبداع، في ملتقى هذا المرتقب من الجماهير في مهرجان المرموم التراثي الختامي بهذه الانطلاقات الجميلة. المؤسسات العملاقة الحاضرة المنطلقة المندفعة، نسير مع المركز الأول، نتقدم مع مغيضة، مع مغيضة من هجن الشحانية. يأتي الحوت محمد بن خالد العطية يقودها في مسار الشوط، يقودها في مسار الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم في المركز الثاني هذه دمعة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، تتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث أشوف أيضا هجن الشحانية غادمة ومقدمة لنا أشواق، أشواق يابر بن سالم بن فاران المري يتقدم في هذه اللحظات. هجن العاصفة تقدم الشاهينية على رابع المراكز بقيادة الهلالي غياث، وهناك أيضا الشاهينية من هجن الرياسة الفيلسوفياتي أحمد بن مطار بن مايد الخيالي. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة، خماسية جميلة، خماسية جميلة. المركز السادس أشوف الدخول من غبل سليل، سليل من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، بن عقيل. أكتفي بهذه الأسماء، أكتفي بالمراكز الأولى، أتابع انحناء الميدان، أتابع هذه الانطلاقات، إمتاع وإبداع في المرموم دائما وأبدا بهذا الملتقى، بهذه الشعارات، بهذا الناموس، بهذه الانطلاقة. هجن الشحانية الشعار الأدعم يسيطر على المقدمة، ومغيضة، مغيضة محمد بن خالد العطية يقودها إلى المركز الأول، يقدم هذه الانطلاقات. المركز الثاني والثالث تدخلت على المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة الهلالي غياث، يأتي بهذا الاندفاع. وهناك المركز الثالث أشواق مع جابر بن سالم
بن فاران بشعار هجن الشحانية، هجن الرياسة مع أحمد بن مطر بن مايد على المركز الرابع، على المركز الرابع في هذه الانطلاقة، في هذا الاندفاع بدأت الأسماء تتقارب، بدأت الأسماء مع حركة اللقاية فطاحنت التضمير. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، وهجن العاصفة، هجن العاصفة على الصدارة الشاهينية، على الصدارة الشاهينية هجن العاصفة. غياث الهلالي، الهلالي، ولكن ولكن أشواق، أشواق مع جابر بن سالم بن فاران المري، ويا تاتي شواهين، شواهين هجن الرياسة مع بن زيتون، مع من يقدم الفنون في التضمير والتحديات. الله 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 يا هذه الموقف، ما صدرت الأوامر، لا والله صدرت الأوامر، بدأت الأمور، بدأت التحديات. الستمية متر الأخيرة، الهجن الشحانية، هجن الشحانية على رأس الحربة مع جابر بن سالم بن فاران على رأس الحربة. العنابي، 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 ولكن الرياسة الحمر الخطر من الجانب الآخر. شواهين بن زيتون، بن زيتون يتقدم بوسعيد، يقدم الفنون، يقدم هذا الانطلاق، شعار هجن الرياسة. شواهين من جانب اليمين، ولكن هذه أشواق، أشواق وشواهين، شواهين، شواهين، هجن الرياسة، هجن الرياسة، الحمر الخطر، الحمر الخطر يتغزل في الحمر دائما وابدا في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات. تهانينا لهجن الرياسة. شكرا محمد بن عتيج بن زيتون المركز الثاني، لهجن الشحانية أشواق المركز الثالث، الشاهينية لهجن العاصفة المركز الرابع، هملول لهجن الرياسة المركز الخامس، الشاهينية لهجن العاصفة. هكذا كان الشوط، أول خمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهائي، ثم العودة مع عبد الله وادي وزملاء في شاشة دبي ريسنج للتوقيت الزمني. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه الانطلاقات وهذا الاندفاع الجميل والرائع بعد نهاية الشوط والخمس المراكز الأولى، وهذه شواهين، هذه شواهين. توقيتها الزمني 7:21.5 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون البهيري على هذا الفوز. المركز الثاني 7:22.4 من الثانية. هذه أشواق من هجن الشحانية، تهانينا. جابر بن سالم بن فاران المري كذلك التهنية. المركز الثالث، المركز الثالث وصول، و7:25.3 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنية موصولة لغياث الهلالي. هكذا كان مسار الشوط، تهانينا للجميع.